انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت امن اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، مليون ومئة وستين الف اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. تعاون مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا كمسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. حلقتنا النهاردة مع القس إبراهيم عبده ونكتة جديدة وحكاية من حكايات ألف ليلة وليلة اللي بتتكلم عن قوة وسر الإنجيل وعظمة يسوع في فك الأعمال السحرية ومعجزة قتل الذبابة الملعونة اللي جعلته يبكي متأثرا بهذه المعجزة الكبيرة التي جعلت العديد من الناس تدخل في المسيحية. دي راح أقول لكم دي ولادة الأعمال، دي الناس بتختبر قوة المسيح له المجد في فك الاعمال ديت السحريه وازاي بتغير حياتهم بالكامل، فما بقدروش ينكروا خلاص خلص الموضوع. جرعه حلوه مفيش كلام. فجيت بره بيقول لي انا عايزك ضروري يا ابونا اديني ميعاد بسرعه. تقول لي خير؟ حصل حاجه ثانيه؟ قال لا عايز اقول لك سر الانجيل. قلت له ايه؟ قال لي عايز اقول لك سر الانجيل. هو اللي هيقول لابونا سر الانجيل؟ ده انت معلم يا دوب تتكلم وانا واقف، ده انت تمسك الشيشه بقى. ايه بقى سر الانجيل؟ شوفوا بقى، عشان هنبكي على نفسنا، هنبكي على نفسنا، هنحزن على نفسنا. الناس دي بتتمتع بالانجيل اكتر مننا. لما بيدوق حلاوته مش احنا حاطينه في اوضه الصالون ولا في اوضه النوم ولا ما نعرفش مكانه فين اصلا. ما تفكك يا نجم من الهيافه دي واكبر للناس. قال لي انا داخل لابونا الشقه بتاعتي، الفيلا بتاعتي، طبعا فيلا بقى في مصر الجديده ومستويات يعني. قال لي ما عنديش دبانه واحده تخش الشقه، تخش الطبع يا باشا. طبع. احنا جامدين قوي. قال لي انا داخل الساعه 12 بالليل، ما عنديش بقى الشغل وبتاع. قال لي داخل سوري على الحمام فوجئت. بص يا ابونا خلي بالك من كلامي، قلت له واخد بالك. قال لي فوجئت بشبه دبانه واقفه على باب الحمام. بس كبيره قوي زي العصفور، بس شكلها دبانه، شبه دبانه، مش دبانه، شبه دبانه، حجمها حجم العصفور. الحمامه تقريبا، عشان ما اقدرش اكذب عليك انا راجل كوريكتور. زينه والله زينه. الغريب في الموضوع ان ظهرها لازق للباب، وده عكس الطبيعه. المفروض تبقى بطنها ليمه الباب. قال لي ظهرها لازق في الباب ووشها ليا. قال لي المنظر خضني، بصيت كده لقيت عينيها حمراء وطالع منها زي نار كده. وبعدين كم؟ قال لي انا في سني ده في مركزي ده خفت منها زي الاطفال الصغيرين. قال لي انا حطيت ايدي الاثنين على وشي عشان اخبي وشي منها عشان تهجم على وشي. قال لي تتخيل الرعب اللي انا كنت فيه؟ قلت له ايوه. قال لي انا قادر اخش الحمام ده تخش ورايا؟ ولا قادر ارجع ورا تجري ورايا في الشقه وتبني لي الشقه؟ لكن اسمع بقى سر الانجيل. قلت له ايه سر الانجيل؟ قال لي اسعفتني ايه صغيره من سفر الرؤيا. حفظ. قلت له خير؟ قال لي خليت ايدي الشمال مالمه وشي كده، ها، وبصبعي ده بيدي اليمين يا ابونا. شاورت عليها وقلت لها وهم قد غلبوه بدم الحمل، وهم قد غلبوه بدم الحمل. ثالث مره راحت وقع ميته في الارض. حكشي ليه؟ Oh,
حصلهاش حاجه. شكله وحش قوي. الدبانه الذكر دي مش هتخلف تاني. انا لما بفتكر الواقف ده دموعي بتغلي، دي مش بقدر. كفايه، انا دمعتي قريبه وقلبي رهيب. وهم قد غلبوه بدم الحمل. قال لي شوف ايه صغيره، قال لي انت راح توقع ميت. قال لي رحت عيني ما تشاليش من عليها يا ابونا. رحت حاطط ايدي في جيبي مطلع منديل كلينكس، ورحت فاتحه وقطيت عشان اخوتها وارميها في التواليت. قال لي جيت امسكها بمسك في الهواء ما لقيتهاش. تطارد؟ انت بتختبرني يا ابونا؟ بزعل كده. قلت له لا ما بختبركش. طب صعبك يا راجل. شيء طبيعي اقول لك طارد؟ قال لا طبعا. قلت له امال ايه؟ اسمع مني الحته دي بقى. قال ده كان شيطان يا ابونا. كان روح شرير. تبعت تبعت يا اللي بتبعت. لكن غلبته. شوف سر الانجيل، بايه صغيره في الانجيل غلبت الشيطان اللي كان عايز يهجم عليا. وهم قد غلبوه بدم الحمل. الله الله. يخرب حالك يا انت مسخره. ذبابة تي لا 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 وقفات لا 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 على الزجاجة تي لا 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 فلاش اسبوع لا 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 فلاش اسبوع لا 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 فطارة لا لا ثم قالت لا 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 طب وانت مالك لا لا خليك في حالك لا لا ازاي انا مالي لا لا خليني بحالي لا لا هذي الزبابة لا لا الملعونة. ولا تخرج قبل أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار